الرسالة الأولى إلى رشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. قلوا لي صار صار قدامك، اتذكر كل ما قيل لك قبل أشهر وقبل سنوات، وقت باش تقراه قراءة تطلب يراجع نفسه يراجع أفكاره. نحبش نحكي أمور شخصية، نقولوا ماليش في موقع اللي باش نعطيه دروس، معنا أكبر مني وعنده أكثر مني تجربة، هو رئيس الحزب اللي انتمي له ورئيس البرلمان اللي أنا مجمد فيه. نقولوا أغزر الواقع كما هو وعاون بما تراه صالحا باش تتخذ القرارات العميقة المناسبة. طيب رسالة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد. سيد رئيس الجمهورية نعرفه منذ سنوات طويلة، نعرفه أنه تعرفه مليح، نعرفه مليح، معرفش ويعرف سمير ديلو مليح، هو تصورش كان يعرفني، يعرفني من خلال اللي شوف فيه ومن خلال المرات اللي تقابلنا. طيب خلينا في الرسالة، ماذا تقول لقيس سعيد؟ قل له أنه أنا نأمل منه خيرا، ونعرف أنه بقطع نظر على تقييم الأكاديمي والقانوني والحرفي للي قام به واللي فيه برشا أراء فيها راجح ومرجوح، مش وقتها باش نحكي فيها توا، نقول أنه ننتظر منه أنه يعمل كل ما ينفع الشعب التونسي، أنه قدم ضمانات للناس المتخوفين على الحريات وعلى الحقوق وعلى الحريات العامة والفردية. نقول له أنا متأكد أنه ما تخرجش عليه صورة الديكتاتور، وأنه ما تلطخش جيوبه بالمال الحرام، مستحيل تتلطخ يديه بالدماء. واضح.